صعبة. اسالك عن النادي الاهلي وكولر، وبدات الناس حاله غضب، وانا قلت حتى في المقدمه واحد يقول لك يمشي ومش يمشي، محاسبه اكيد في محاسبه، اكيد في لجنه كوره ولا لجنه تخطيط بتقعد رئاسه النادي كابتن محمود الخطيب، وبالتالي بالتاكيد بيعيدوا الحسابات من اول وجديد. لكن الكلام اللي طلع بقى كابتن عصام انه الراجل ولازم يمشي والاهلي يفكر في مدرب اخر، ايه رايك في الكلام ده؟ ما شفتوش في سياسه النادي الاهلي ابدا، مش موجود خالص. نعم. انا بشوف ان اكتر من كده حصل مع النادي الاهلي. نعم. وفي ضربات وعصرات كتير قوي صعبه، السنه اللي فاتت خسران 5 جدا جدا، لكن نعم. بتشعر انت بتقعد تسال في تساؤلات. نعم. وتلاقي الناس بتوصل لمرحله انها بتستنتج. نعم. ان خلاص الراجل مشي. خلاص الموضوع. أيوه. تكتشف ان بيطلع مثلا مسؤول، او مثلا الكابتن الخطيب بيطلع مثلا ان الراجل مستمر، مفيش نعم. اي مشكله خالص، والدنيا مستمرين، الحساب مع نهايه الموسم. على فكره دي هي دي حاجات الاداره. طيب ايه اللي اختلف في كولر السنه دي عن السنه اللي فاتت؟ يعني السنه دي انت عندك تدعيم كمان، يعني عندك امام عاشور، عندك مودست، عندك اتنين تقال يعني. رضا سليم بس مصاب، ربنا يشفيه ويعافيه. لا هو النادي، هو النادي الاهلي حصل هبوط في مستوى النجوم اللي موجوده بشكل كبير جدا، وهو مصمم عليهم ان هم مستمرين في المباريات. يعني بتكلم على 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 حسين الشحات، وبتكلم على على كهربا، وبتكلم على 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 امام، وعلى المجموعه اللي موجوده. بس كهربا الحقيقه والله كلنا بيلعب بيأدي اللي عليه، يعني مفيش مباراه تقريبا ما بيسجلش، وده دوره التهديف يعني. لكن هو نعم. شويه بيمنع يا كابتن، ما بيديش فرصه للعيبه مهمه جدا ممكن تدي له اضافات. أي. يعني مثلا زي عبد القادر. نعم. ما اقدرش ان انا عندي لعيب زي عبد القادر وبقيمته ديت والمهاره الكبيره اللي عنده بشكل كبير جدا وانا ما اشركوش. يعني انا مش بالضروره، بس برضه لما بيلعبوا يا كابتن ما في رايين، راي يقول لك ده واحد من احسن اللعيبه اللي في مصر وانا مقتنع بده جدا. بس المشكله لما بتلعبه نص ساعه، بتلعبه ماتش من برضه مش عبد القادر اللي انت كنت. يعني عبد القادر لو فعلا صح الكلام اللي بيتقال انه خارج قائمه النادي الاهلي في كاس العالم، ده كاس العالم اللي قبليه مسجل في الهلال السعودي، واللي قبليه مشارك اساسي وعامل حاله، تبقى بره القائمه في السنه دي. في نقطه يا كابتن شوبير، عبد القادر ده كان يعتبر الورقه الرابحه للنادي الاهلي. نعم. ده صحيح. لعيب كان دايما انت بتحطه بتحط عليه العشره. نعم. كنت دايما بتبدا بيه المباريات، كان لعيب اساسي ولعيب مهم في الفريق، مره واحده انت بتكنه. نعم. على الخط. نعم. وفي نفس الوقت بقى حاسس ان هو على طول بديل. يعني بديل بينزل ربع ساعه، بينزل تلت ساعه. نعم. مش بالضروره في كل الوقت. نعم. هتلاقيه بيبقى حاضر على فكره، وده عامل نفسي ما عندوش الخبرات ان يبقى عنده اتزان عشان هو يقدر ينزل يضيف للعيبه. لعيب كبير جدا على فكره. نعم. يعني انا بشوف ان هو لازم يفكر في انه يعمل عمليه تغييرات شويه، بس التغييرات ما تبقاش كبيره. أيوة. لان هو الميزه فيه كمان انه بيحافظ على التشكيله الثابته. نعم. ودي منجحه. لا بس هو مشكله كولر دايما كثره التغييرات، والناس دايما بتلوم عليه في موضوع التغييرات الزائد عن الروتيشن. يعني هو لما كان كان مستمر وكان بياكد على التشكيله الثابته، كان بيعمل نتائج جيده ونتائج ايجابيه، والاهلي كان في حالته وفورمته العاليه جدا.